ويزيد هذا له مقولة شهيرة تدل على خشيته من الله، قال في معرض كلامه وهو يحدث أصحابه وخلطاءه في مجلس إمرته، قال: ما هبت شيئا هيبتي لرجل ظلمته لا أعلم له ناصرا إلا الله، ما هبت شيئا قط هيبتي لرجل ظلمته لا أعلم له ناصرا علي إلا الله. وهذا يبين لك ورعه وخوفه من الله وعظيم علمه وعقله. والناس متى كان فيهم علماء عقلاء نالوا حظا عظيما من الرقي. أحيانا تكمن المعضلة أين؟ عالم لم يكتمل عقله أو عاقل لم يكتمل علمه، هذا مما أصيبت به الأمة، عالم لم يكتمل عقله أو عاقل لم يكتمل علمه. فإذا جمع الناس، جمع أحدهم، جمع بعضهم العقل والعلم ارتفعوا. هذا يزيد جمع الكرم وجمع العقل، ورأس العقل مخافة الله وخشيته تبارك اسمه وجل ثناؤه. يقول: ما هبت شيئا قط هيبتي لرجل ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله. وهذا كثير جدا في حياتنا، وكلما كان الإنسان متحليا بالورع كان أقرب إلى الله وأدنى إلى السؤدد. وقد كان الورع أعظم مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا في الحديث عن يزيد بن حاتم.